فقالوا له أيضا ماذا صنع بك وكيف فتح عينيك أجابهم قد أخبرتكم فلم تسمعوا فماذا تريدون أن تسمعوا أيضا ألعلكم تريدون أن تصيروا له تلاميذ فشتموه وقالوا أنت تلميذ ذاك فأما نحن فإنا تلاميذ موسى ونحن نعلم أن الله كلم موسى وأما هذا فلا نعلم من أين هو أجاب الرجل وقال لهم إن في هذا عجبا أنكم لستم تعرفون من أين هو وقد فتح عيني ونحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فإنه يستجيب له ولم يسمع منذ الدهر أن أحدا فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا أجابوا وقالوا له إنك بجملتك قد ولدت في الخطايا وأنت تعلمنا فطردوه خارجا وسمع يسوع أنهم طردوه خارجا فلقيه وقال له أتؤمن أنت بابن الله فأجاب ذاك وقال ومن هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته وهو الذي يتكلم معك هو فقال قد آمنت يا رب وسجد لا قال يسوع إني أتيت إلى هذا العالم للدينونة لكي يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون فسمع هذا بعض الفريسيين الذين كانوا معه فقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية والآن أنتم تقولون أنكم تبصرون فمن أجل هذا خطيتكم ثابتة فكرني سنة 2008 لما ابتدينا نصلي أول قداس هنا في الكنيسة في المكان دوت كان عندنا في الأبوشية كلها قلنا عندنا 10 كنايس نشكر ربنا النهارده عندنا 30 كنيسة يعني من خلال 10 سنين ربنا عطانا حوالي 20 كنيسة تاني اتعملوا نشكر ربنا أغلبهم طبعا ملك حوالي 20 كنيسة بتاعتنا 21 كنيسة بتاعتنا والباقي كله إيجار لكن إن شاء الله كله هيش هنعمله إن شاء الله بوجود المسيح في هذه المناسبة عايز أشكر أبونا شيشوي قوي 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 إن كل حاجة بيعملها بيعملها بإتقان صحيح مفيش حاجة بتعملش بإتقان كل حاجة لازم تعمل مش 90% أو 95% لا لازم تكون 100% حتى في التنبيه اللي شفته في التنبيه على الكنيسة والعربيات تتقص ازاي وتتعمل ازاي بإتقان ومش عايزين حد مخالف وزي كل واحد بطبيعه يعني حتى في الكنيسة المؤقتة هنا مش حاجة ناقصة
ايه اللي ناقص مفيش. رحت المكان امبارح عشان عنده هناك كل حاجه موجوده، مفيش حاجه ناقصه. ربنا يكمل ويخليكوا، وفعلا يعني جميل نعيم من قبل العبد الامين كنت امين في القليل اقيمك على الكثير. بس المهم احنا كلنا بنقول ابونا شوي حلو، ابونا شوي كويس، ابونا شوي مفيش احسن منه، ابونا شوي، وبعدين نتفرج عليه. طب نساعده يعني، صحيح مش حاجه نعوقش بس نساعد. صحيح عندنا امين صندوق واحده بس في الجيزه، بقول كلنا نبقى امين صندوق. المكان ده عايز مبالغ مهوله اللي احنا هنعمله، والناس كتير قوي بتقول مش هيكمل، وهو عنده يقين هيكمل وهيتعمل وبيتعمل. ونشكر ربنا ودي معجزه ان ناخد تصريح مباني، وهم اللي يقولوا لنا تعالى تعالوا الاوروب ازاي وكلام من ده. هي كلنا نحط ايدينا بين بعض، من له اذن للسمع فليسمع، اللي عايز ياخد بركه هياخد. هيجي في يوم من الايام هنقف قدام ربنا، بيتي ما تحطيتش ايدك فيه ليه؟ بيتي ما ساهمتش فيه ليه؟ بيتي ايه اللي عملته عشان خاطر بيتي هنا؟ ما تجيش اصلا فوق في السماء ونقول عايزين تدخل فين؟ تسكت اصلا في السماء في الارض ما كناش امنا، ما في السماء هنبقى امنا، لازم نبقى امنا وكلنا مع بعضينا. اهنئكم طبعا بالمكان الجديد، اهنئكم بالكنيسه الجديده بتاعتنا ان شاء الله اللي هتتعمل، وربنا يعوضكم وربنا يحافظ على كل واحد. وخلي بالكم في آية في غلاطية 6 آية 7 يقول لك لا تطلوا، الله لا يشمخ عليه. يعني إيه؟ أنا ربنا ما يضحكش عليه. اللي عايز ياخد بركة هياخد، واللي مش عايز ياخد بركة مش هياخد. ربنا معاكم ويحافظ عليكم، وإن شاء الله اللي ربنا اللي ابتدى هيكمل إن شاء الله، وإحنا عندنا يقين إن ربنا هو اللي في إيده كل شيء. في آية حلوة أو في أفسس 2 آية 10 يقول ايه؟ نحن عمل مخلوقين في المسيح يسوع من اجل اعمال صالحه سبق الله فعدها لنا لكي نسلك فيها. Yeah.
وبعض الكوينز لتأكيد الايه التاريخ بتاع الاحداث عشان يبقى ان شاء الله فوريفر. سيدنا نحط بيده ونصلي ان شاء الله. تمام. Jesus Christ,
أثناسيوس بمدينة نورويتش فيس موت شيف بمون كنيسة فيس موت شيف بابن مسوى بن باتلي تو آمين. يا أبانا الذي في السماوات in Christos Jesus ben shon ebe prosakestas ite ne vasi ketomne mati merciful God, the Father, the Lord God and Savior Jesus Christ, for he has covered us, helped us, guarded us, kept us to him, spared, supported us, and has brought us to this hour. Let us also ask him, the Lord our God, the Pantocrator, to guard us in all things this whole day and on the day of our life. Rose of exhausting, Kyrie eleison, Ebene, Eleb, choice of Nodi, Evan Tukra, Ator, Piotin, Ben, choice of Nodi, Oven Sotiri, so os be Christos nashko rat ala kull hal wa min ajli kull hal wa fi kulli hal li'annaka سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بينا إلى هذه الساعة وليك ارحم الله وترف علينا واسمعنا ويعيننا واسأل وتربط بالصلاة كل حين واغفر لنا خطايانا يا رب ارحم السلام يا محب البشر لم نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا كل سلام مع خوف كل حسد كل كذب وكل فعل الشيطان وأمر الناس الأشرار يا من العداء الخبيين والظاهرين انزح عنك وعن سائر شعبك وعن هذا حضر الاساس وعن يكمل هذا المشروع لبناء كنيسته بسلام وعن هذه الكنيسه وعن موضعك المقدس هذا اما الصالحات والنفعات فارزقنا اياها لانك انت اعطيتنا السلطان ان ندوس الحياه والعظائم وعلى كل قوة العدو يا ليسون آمين مار أشتن تير ياسو ومد فيوت نمشي نم ابن ما اسو أبنون خان إلى موسين أخرين
Penotin, and is in all for me, is in power, and since he is over, Maria, if not in I, not it, and this every day, Karen, Maria, a teacher, Rombi. Das Missin on him, من سفه التكوين لموسى النبي بركاته علينا امين. فخرج يعقوب من بئر سبا وذهب نحو حاران وصادف مكانا وبات هناك لان الشمس كانت قد غابت، واخذ من حجاره المكان ووضعه تحت راسه، فاضطجع في ذلك المكان وراى حلما واذا سلما منصوبه على الارض ورأسها يمس السماء، وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها، وهو ذا الرب واقف عليها، فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض، وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، وها أنا معك أحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. فاستيقظ يعقوب من نومه وقال: حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم، وخاف وقال: ما أرحب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل، ولكن اسم المدينة أولا كان لوز. ونظر يعقوب نظرا قائلا: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإنه أعشره لك. مجدا للثالوث القدوس. Ebe brosev kestas ite basi keto ne ربنا وإلهنا ومخلصنا
صنع يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا ربي مرضى شعبك.